للصحراء المغربية خصوصيتها في الحياة التي لا تشبه المدن في السكن ولا في العادات أو التقاليد. فالإنسان الصحراوي يبتكر منذ القديم مسكنه المتنقل من الوبر والصوف وشعر الماعز الذي يحميه من الحر في الصيف والبرد وفي الشتاء. إنها الخيمة التي جعل منها المجلس للضيافة في النهار ومهجاً للنوم في الليل. ومن العاصمة الأوروبية بروكسل وبالضبط من القنصلية العامة المغربية بروكسل حيث تنظم 3 أيام ثقافية بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء للتعريف بالتقاليد والعادات الصحراوية المغربية، حيث نصبت خيمة صحراوية تأوي الجالية المغربية في هذه المناسبة. لنتعرف على هذا اليوم الثقافي. سعداء بلقاء الجالية المغربية المقيمة هنا ببلجيكا وبالخصوص في بروكسل. هذا اللقاء كان دارج في تخليد ذكرى المسيرة الخضراء المدثرة، لقاء عبارة عن عرض ثقافي، سي اون اكسبوزيسيون اللي هي ارتستيك ديال الخيمة الصحراوية اللي كتبين لنا الموروث الثقافي والحضاري ديال اقاليمنا الجنوبية. هذا الموروث الثقافي عنده واحد مكانة خاصة يعني في المحمول الثقافي المغربي بصفة عامة كثقافة مغربية. حاولنا نديروا ان فواياج اللي هو كولتوريل من العيون لبروكسل، سميناه بهذا الشكل بشكل رمزي، اللي كننقلوا هذه الثقافة ديال اقاليمنا الجنوبية ديال الساكنة ديال اقاليمنا الجنوبية هنا في بروكسل كمعرض ثقافي داخل القنصلية. فكنحاول ما امكن القنصليه تكون كان اسباس كولتوريل دو ديالوغ دو رونكونتر، يعني على الشكل ديال الشكل ديال الخيمه الصحراويه اللي فيها الشاي بالخصوص عنده واحد الطابع خاص، وكاين الملحفه، كاين الدراعيه، كاين امور اخرى، يعني دوتر برودوي ديال لارتيزانا من اقاليمنا الجنوبيه. فهذا من بين يعني اللقاءات المتواضعه والمساهمات المتواضعه ديال هذه القنصليه لتقريب يعني الثقافه الصحراويه ديال اقاليمنا الجنوبيه. هذا اللقاء كذلك الهدف منه هو واحد الرد يعني صريح على اعداء يعني اعداء ديال المغرب بهذا الشكل هكذا اللي حرقوا يعني العالم الوطني. فهي مناسبه لنأكدوا فيها على تشبثنا بالعالم الوطني اللي هو احدى المقدسات ديال المملكه، والتشبث كذلك بالملك ديالنا الله ينصرو. فهذه فرصه يعني اللي ناكدوا فيها على مغربيتنا على وطنيتنا، وهذا اللي يعني اللي خلصنا له ان المغاربه يعني دائما يعني سواء داخل المغرب او خارج المغرب يعني متشبتين بالرايه الوطنيه اللي هي مقدسه عند جميع المغاربه. فمرحبا. D'abord, je tiens à remercier Qanat Akhbarun Al-Jalia pour avoir couvert cet événement remarquable qui, comment dirais-je, s'articule autour de la commémoration du 44e anniversaire de la fête de la Marche Verte. C'est un événement exceptionnel qui a vu notre pays regagner son territoire national. Donc, et le consulat général a voulu marquer cet événement historique en ouvrant ses portes à la communauté marocaine et d'organiser une journée de fête avec les traditions ancestrales de notre Sahara marocain. Et donc voilà, ça se passe dans une ambiance conviviale et de partage et de joie. Et tout le monde est bienvenu, bien sûr. الرحمن الرحيم. اليوم كنخلدوا الذكرى 44 ديال المسيره الخضراء المدثره اللي طبعا طلقها المرحوم المغفور له الحسن الثاني الله يرحمه، فكانت مسيره بجميع المقاييس. اليوم الاحتفال اخترناه على شكل اخر، شكل متميز، هو اننا ننتقلوا للصحراء الداخله بالضبط. هذه الخيمه البيضاء اللي كنشوفوا هي اول مره دارت في الداخله، لان كاين خيمات اخرين ديال المعيز اللي من مصنوعين بالكحل، ولكن اليوم درنا الداخله في الضيافه لان الداخله اصبحت معلمه من بعد ما دازت المسيره الخضراء.
اليوم عندنا مجموعه ديال الامور كاينه في المتحف اللي حاولنا نجيبو لهنايا. معنا الهودج، وهذا الهودج هذا هو اللي كتهز فيه العروس، يعني فوق الناقه، يعني ملي كيبغيو يهزوا العروس من الدار ديال البيت ديالها للبيت ديال الوالدين ديالها كيهزوها في هذا الهودج. هذا الهودج وهذاك اللي فوق منه هو فين كتعمل لي بيجو ديالها، الحوايج ديالها الداخليه الى اخره. يعني هذا بحال شي باليزه، يعني بحال لا فاليز اللي كنهزوا كنوجدوا بها الشوار ديال العروسه. فهنا كيدار الشوار ديال العروسه، وهنا كيهزوها لها الهودج. من بعد غادي نديروا تجربه ديال الهودج ان شاء الله داخل. عندنا عندنا الغطاء ديال اللي كان كيتغطاو به داخل الخيمه، اللي هو كيتصاوب بالهيدوره ديال الماعز. فهاد الغطاء هو الهيدوره ديال الماعز، يمكن الواحد يستغرب يقول واش يمكن يكون غطاء. هو احسن غطاء في المنطقه الصحراويه، لان كتكون الزوابع الرمليه وكتكون الريح، فهو كيغطيو مزيان. علاش؟ لانه ثقيل وكيسخن الناس اللي كيكونوا تحت منه. فهو كيمكن يدار على العائله كامله وهما ناعسين في الارض، كما كنعرفوا ان في الثقافه ديالنا كاين النعاس على الارض. ففي الخيمه الكل كينعس، العائله كلها على الارض، وكتغطى بهذا الغطاء ديال الجلد ديال الماعز، يعني الهيدوره ديال الماعز. معنا الزربيات اللي كنشوفوا، عندنا الزرابي بالانواع. عندنا هذه الزربيه هي اللي قدام الخيمه، فهي مخدومه في الداخله ومخدومه بالخيط، كتبان بحال تقول صوف، ولكن هي مخدومه بالخيط. عندنا الحفاس اللي كيكونوا داخل الخيمه، عندنا الزركشه داخل الخيمه. علاش؟ لان الخيمه ديال الداخله من الفوق كتبان بيضاء، ولكن كتدخل للداخل عاد كتبان فيها الزركشه. دونك هذا هي الطقوس اللي عندنا مجموعه الامور كاينه في المتحف. عندنا القنبري، فالقنبري اللي كتشوفوه كبير تما هو خاص بالنساء، هو ماشي قنبري للرجال، هو قنبري خاص بالنساء. الرجل عنده قنبري صغير والمراه عندها قنبري كبير، وهذا الشيء عنده دلالته، يعني قيمه المراه ووزن المراه في الثقافه الحسانيه، ان المراه مقدسه وعندها كرامتها وعندها قيمتها. وكل ما تزادت في السن كل ما كتقدم احترام وكتزيد احترام ديال الناس، لان تكتسب تجارب. دونك هذا هما الطقوس اللي عندنا، وطبعا الشعر الحساني من بعد غادي نسمعوه. مرحبا بكم، الف مرحبا في ضيافه القنصليه المغربيه في الخيمه المغربيه الصحراويه الحسانيه من قلب بروكسل عاصمه اوروبا.